غيره من الأنداد والنظراء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. سبحانه وتعالى عما يشركون. ودافئوا يا أخواننا أن الذين خرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده كانوا يقرون أن الله خلقهم وأن الله رزقهم وأن الله يمرضهم ويشفيهم وأن الله متصرف في الكون، لكن لهم شبهة، وهذه هي التي قادتهم إلى الإشراك بالله، أنهم يقولون أننا أصحاب ذنوب وأصحاب معاصي، وهناك أولياء وعباد قريبون من الله سبحانه وتعالى، ونحن نطلب من هؤلاء العباد أن يقربونا إلى الله. ربنا ذكر الكلام ده في القرآن الكريم في سورة الزمر، ربنا قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ربنا سبحانه وتعالى قال لك ما داير واسطة، الواسطة التي جعلها الله هي واسطة البلاغ والتعليم والدعوة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أسئلة كثيرة في القرآن، ربنا بدخل واسطة ليه؟ لأنها واسطة بتاع التعليم. أما واسطة العبادة والدعاء فلا يكون ذلك فيه واسطة. ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من سورة البقرة مثلا ربنا قال: ويسألونك عن المحيط قل، هنا واسطة، هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هنا واسطة بلاء، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، وهكذا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك وفيها قل، واسطة التبليغ والبيان والدعوة. لكن لما يجي وقت العبادة الأعرابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أقريب ربنا فنناجيه، لأن النجوى بتكون للزول القريب، أم بعيد فنناديه؟ فينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة. لأنه ربنا قال: ها، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن، قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض، الرزق عند منه؟ قل من، الخطاب ده يا أخواننا للمشركين بالمناسبة، ده ناس أبو جهل وأبو لهب والجماعة دي. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت والميت من الحي ومن يدبر الأمر، اللي بيصرف الكون كله منه؟ ربنا قال المشركين حيقول لك، ربنا قال: فسيقولون الله، فسيقولون الله قل أفلا تتقون. طيب وكيف ربنا عمل لكم الحاجات دي كلها، لماذا تصرفون العبادات لغير الله؟ عشان كده ربنا قال: فلا تجعلوا لله أندادا. الند يا أخواننا هو الشبيه والمثيل والنظير. يقول لك فلان ده نديده، نديده يعني قدره زي واحد. ها، ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى معه الشرك لأنه هو المتفرد بالكون. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. دي مسائل يا أخوانا حتى الكفار الأوائل ما عندهم فيها مشكلة. الكفار الأوائل مشكلتهم في الشدة،
ولذلك أخواننا في قصة جميلة جدا تبين لك فهم الناس لأنه كانوا عرب. لا إله إلا الله معناه بس الله، عشان كده استغربوا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لأنه ده معنى لا إله إلا الله. كويس. عكرمة ابن أبي جهل أبو فرعون الأمة وهو أسلم رضي الله عنه، سبب إسلامه في فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام طلب نفرا من المشركين، قال لو لقيتم معلقين بأستار الكعبة اقتلوهم، فسمع بذلك وكان منهم عكرمة ففروا إلى البحر، ركبوا البحر، فلما ركبوا في البحر أراد الله له خيرا فابتلاه. ما دائما البلاء يا أخواننا بكون شينا لك فيه خير، ربنا ابتلاه. قال فلعب بهم البحر والموج، ربنا قال على المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ناس أبو جهل في الزنقة بيسألوا الله، وفي غير الزنقة بيمشوا لجماعته يقول لك والله نحن ما جماعتنا دي كانت ورطنا ورطة كبيرة بعد ما يمرق، لكن جوا الفلك بيخلص الدعاء لله، وده مشرك. وقاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم واستحل دماؤه. ده قال لك بقى ينادي في الأولياء بتاعنا، لأن أخواننا في ناس عندهم مفهوم غلط، يقول لك يا أخي ديل كان بيعبدوا أصنام. الأصنام دي عبارة عن شنو؟ عبارة عن صور، صورة لرجل صالح. زمان ما كان عندهم كاميرات موبايل جالكسي وكذا، كان عندهم بس بينحتوا الحجر ده صورة الشيخ بتاعه اللات والعزة وكذا. فبقى ينادي في الأولياء بتاعنا ديل يا اللات ويا العزة وكذا، فنظر إليه المشركون ذاتهم فارين معه، قالوا ها هنا لا ينفع إلا الله. اللي انت أظن ما فاهم دين الشرك ولا شيء. الأولياء دين ناس اللات والعزة، ده لما تكون الثلاجة مليانة والمرأة كويسة والأولاد خشوا الجامعة وكده من هذا نحن جماعتنا، لكن في الحارة هنا في الزنقة ما بينفعك إلا الله. قال لهم أنجاني، شوف الفهم ده كيف، قال لهم أنجاني في الشدة ولا ينجيني في الرخاء، لئن أنجاني الله لأسلمن مع محمد صلى الله عليه وسلم. مرق أسلم يا أخوانا، الزون ده فاهم ولا ما فاهم؟ ياخذ القضية كلها. الليلة دعاة التوحيد إذا تكلموا بهذا الأمر الناس تقوم ما تقعد، يا أخي العبادة حق الله، غير الله ما بيستحق مع الله حاجة، لا خلق مع الله شيء ولا بيرزق ولا يملك نفع ولا ضر. للأسف الشديد الكلام ده حتى في إعلام جايبين في قناة النيل الأزرق، واحد بيقول إنه شيخه ربنا أعطاه على لسانه كن فيكون، والكلام ده موجود في كتب تدرس في الجامعات، كتاب طبقات والضيف الله، قال ودرجات الأولياء ثلاثة، صغرى ووسطى وكبرى، فالصغرى أن يطيروا في الهواء وأن يمشوا على ظهر الماء، ده قال الولي يطير فوق ويمشي في الموية، قال والوسطى أن يعطى الدرجة الكونية وهي أن يقول للشيء كن فيكون، والدرجة الثالثة وهي درجة القضبانية وهي درجة ولدي دفع الله. حتى هو ذاته دبع حقة ولده بس، هو أخطر من كده يا ناس. الكلام ده في الإعلام وفي أجهزة التلفاز، ويدعو إليه دعاء الضلال. واحد اسمه محمد المنتصر الإزيري، والله أخواننا الناس لو ما بقى صريحة بتغش في المسلمين. ربنا قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الليلة لو جاك زول انت دكتور مفلوك في راسه مشقوق وأصبعه تحت مجروح، الدكتور ده لو بدأ في الأصبع ده المفروض طوالي يشيلوا منه الشهادة بتاعته. الزول لو وقع في الشرك ربنا بيحبط أعماله ويخلده في نار جهنم، وكل هذه المعاصي ما دون الشرك ممكن ربنا يغفرها. الداعي يمسك في يده، يمسك في ده منتشر الزول ده في أي محل. محمد المنتصر الإزيري يقول لك يجوز السجود لغير الله ويجوز تنادي الأولياء والصالحين، طيب عندك دليل؟ ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ما تنادي غير الله لأنه ده كفر بالله. يقول لك يجوز، أها دليلك شنو؟ قال ربنا قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، فتقول مدد يا شيخ ولا نظرة ولا كده، قال دي ما فيها حاجة، ده معنى الآية، الآية معناها كده. بعدين انت لما تستدل بالمنافقين، ده في التلفزيون قناة ام درمان والنيل الازرق والتلفزيون القومي، وده يا اخواننا والله ده المغرق بلدنا دي. ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا كان زول زي ده بيقول الكلام ده في إعلامنا، الأولياء بيتصرفوا في الكون، الأولياء يعملوا أي حاجة تندهم وكده، كيف البلد تمشي لقدام؟ ربنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ربنا قال فكفرت بأنعم الله. هذه مكة، النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بدعوة التوحيد، لماذا أخرج رسول الله؟ لماذا عاداه قومه؟ لماذا بارزوه العداوة؟ لماذا لفقوا حوله التهم؟ ليه يا أخوانا؟ لأنه قال لهم امسكوا في الله. مشكلته الكبيرة ما دعاهم إلا إلى أن يستمسكوا بالله سبحانه وتعالى. الليلة في كم مسلم مسكين غشوه بمثل هذا الكلام وقال له امسك في الناس، يقول لك إذا كنت في هم وغم وكربة فقل يا من غني آتيك بسرعة يقبله صالح وهو من أهل الجنة، يجوز لك تناديه؟ قل رسول من الرسل الكرام، يجوز لك تناديه؟ ربنا قال لأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدعو من دون الله في سورة يونس ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يا أخواننا آيات، والله المؤمن يتكيف وصدره ينشرح لمثل هذه الآيات. وأما زول اللي بيكون مرضان، ربنا قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. في السودان بيقول لك شيخنا ربنا ملك الكون 33 سنة فما نقص منه جناح بعوضة. ده في كتاب اسمه سراج السالكين للشيخ ود بدر، لا سئناه لا اتكلمنا في عرضه، قلنا قال كده والله قال كده ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كده. دار تباري ده مبروك عليك، ودار تمشي بطريق الله ده نحن دارينه لك، ما دارين من الناس حاجة ولا نازين انتخابات، احنا بنبين للناس الحق. الناس دي مالها يا اخوان؟ زول يقول لك انا الجليس على العرش المحيط كما احط بالغيب تفصيلا واجمالا. ده محمد عثمان المرغل وانا كتابه معي. يا ناس الكلام ده ضلال يا اخي. المفروض الناس يبينوا للناس الحق الواضح غلط. كيف تمسك في زول فقير؟ ربنا قال شوف بده مكانه كيف، ربنا قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الامام القرطبي عليه رحمه الله قال والذباب مفرد وجمعه ذبان، قال وقد ضربه الله مثلا لحقارته وكثرته ولانه صغير. ربنا ما تحدهم بناقه ولا ببقره ولا سووا لي نخلة ولا أعملوا بحر، دي كثير عليهم. ربنا قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. لكن الأئمة بتاعنا الضلال الشغالين في الإعلام، إعلام فاتح، تقول له يا أخي أنا دار بحقي دار أبين للناس الخير بيمنعوه، لكن زول زي ده يفتحوا له كويس ويغشوا الناس المساكين. يقول لي انت لو مسكت في الشيخ واجبات الشيخ على المريد ثلاثة، قال ان يحضره عند قبض الروح، لما يجي يقبض روحك قال الشيخ بيجيك. وربنا سبحانه وتعالى في تكذيب هذا الباطل قال في سورة الواقعة فلولا اذا بلغت شنو الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن شنو لا تبصرون. يا اخي انت ما بتشوف كويس، قال بيجي يلقنك حجة الحجة بتاعتك. قال والثاني عند سؤال الملكين، الملكين لما يجي يقول لك من ربه قال الشيخ بيجي هنا، لو جاوبت على الأسئلة الحمد لله، ما جاوبت الشيخ بيتدخل يقول له اسمع الزول ده رب الله. يا زول في كمان واسطة جوا القبر؟ ها قال يقول له رب الله وهذا الرجل محمد ودين الإسلام. قال والثالثة عند عبور الصراط يقطع به الصراط، ربنا سبحانه وتعالى قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الإنسان بيجي براو، أعظم نعمة يا أخواننا الإنسان يعرف بها ربنا سبحانه وتعالى ويقابل بها ربنا عز وجل هي نعمة التوحيد. وما تقبل زول يخدش لك في التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب من العذاب يعني حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. الزول الماسك له في زول غير الله يتمسح بالتراب ويطوب بالقبة ويشيل ويتبرك به ويكتب له حجاب يعلم وكذا. ربنا قال بيديه الملائكة من قبض الروح حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. إخوانا الكلام ده ما حق جماعة، والله أنا ما داعيك لجماعة ولا تبقى في جماعة، أنت مش مسلم بتوحد الله وبتصلي الصلوات الخمس، أنت أحسن بني آدم مسلم في الوطن، ما تبقى في جماعة ذاتي تدخلك شو ها. وبعض الناس يخشوا يقول لك خش في جماعتنا دي، أها أخش ليه؟ يقول لك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. طيب هسي في مرفعين لا في بر عشان يأكلني يا زول هوي. ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. أمسك في درب الرسول صلى الله عليه وسلم والله تنجو. يحدث الصراط المستقيم سلكوا رجال وخشوا الجنة أنا بباري، لكن ما أعرف يقول لك أمرك بيجي يمكن تحصل يمكن ما تحصل بمشي ما بمشي، لكن بيقول لك ده الشارع واضح وما في مشاكل وتمام والناس ماشيين وفي كافتريات في الشارع. أمسك ده ولا أمسك ده؟ درب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلك الجنة. ولذلك أن إحنا أخواننا وقفنا في هذا المقام لنحذر المسلمين من هذا الباطل. يا أخواننا أنا بس بتحير، أنا ما أعرف الحاصل شنو. زول يقول كلام أبو جهل ما قال، أبو جهل ما قال وده قاعد في القنوات. لازم يا أخواننا رب النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول من رعيته. أي زول في بيته لقى زول، الزول ده اسمه محمد المنتصر الإزيري يا أخي، زول بيبدأ الحلقة وكلامه بحاجة اسمها صلاة الفاتح. قال جاءني سيد الوجود، صلاة الفاتح دي حقت أحمد التجاني، قال جاءني سيد الوجود يقظة لا منام، يعني الصحابة ذاته دفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم حي لأنه قال يقظة لا منام. فقال لي أعطاني صلاة الفاتح وقال هي تعدل من القرآن 6 مرات. قال فقلت زد، قال هي تعدل من القرآن 6000 مرة وكل تسبيح وقع في الكون. ده بيبدأ بها كلامه يا أخي. القرآن ده البلغاء الفصحاء أصحاب المعلقات والكلام اللي ما بتفهم ذاته عجزوا عن أن يأتوا بآية من كلام الله، ما بيقدر يجيب. ها عشان كده يحكى إنه مسيلمة جاء واحد وقال له لو جبت لك آية ولا صورة بتؤمن بي؟ قال له هاتها جيب الصورة بتاعتك. قال الفيل وما الفيل؟ قال له ذيل قصير وأذن كبير. قال له قبل تتم والله إنك لتعلم أنني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. قال له أنت عارف إنه أنا عارف جوا إنه عارف، أنت ذاتك عارف أنت كذاب يا ناس. ده كلام ينشر. ولذلك يا أخواننا الإنسان عليه أن يستقيم وعليه أن يخاف على عقيدته في زمان الفتن. تجي لربنا سبحانه وتعالى بعقيدة صحيحة وتخاف على نفسك. وفي ناس يقول لك يا أخي نحن مالنا يا أخي، نحن ما جينا نصلي الجامع. الكلام ده يقول الناس البر يا أخواننا، زول الجد جامع ده عنده عمل صالح، أنت عندك كنز. اللي بيخافوا عليه الزول اللي عنده مش الزول اللي ما عنده. الأنبياء كان بيخافوا على نفسه. قال إبراهيم عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، الأنبياء دين ماشيين في الواطة وهم من أهل الجنة، كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أنبياء موحدين من أهل الجنة سادات الناس ما بيقعوا في مزل زين. ربنا قال لهم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله نحن بنحذر الناس، الباطل ده موجود ومنتشر وبقى يقنن ويذاع في الإذاعات وتلقاه في برنامج كويس يخزول بيتكلم عن صفة من صفات الله الاستواء. ربنا قال آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ده قام دار يدخل عبده في صفات الله، قال يقول لك الله في السماء، لا ده القرآن قال ودي السنة قالت. قال طيب ربنا قال إذا السماء انشقت يعني الله بيجي يتلب ولا كيف؟ الكلام ده في إذاعة اسمها المساء، باطل والله يا أخواننا. زول يخاف على عقيدته
اللي بتلاقي بها ربنا وربنا بيرفع بها أعمالك. يا أخي منو قال لك ربنا محتاج للسماء؟ في معنى على ربنا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها يعني أحفر لي متر جوا وبعد ذاك شاقق الوطا ولا كيف؟ ربنا قال فسيحوا في الأرض. نبقى سمنة ولا نبقى شنو يعني؟ ها ياخذ آيات واضحة يا أخي. في بمعنى على. ولذلك يا أخوان الرسالة التي أريد أن أوصلها والتي أخاف على نفسي لأنه ما أقول بها من على نفس البلاء وأخاف على بقية المسلمين، وهذه أمانة لكل من سمع هذا الكلام أن يبلغها غيره، إن أخواننا الإعلام ده إلا من رحم الله. والله تخاف يا أخي، جايبين في قناة بتاعت إم بي سي 3 بيجيبوها قنوات مسلسل بتاع أولاد صغار مسمين الأبطال بتاعنا المسلسلات دي بأسماء الله الحسنى، واحد اسمه جبار، واحد اسمه العليم، واحد اسمه الحليم، واحد اسمه غفور، وهكذا. ما تخلي الإعلام يربي أولادك، ربي أولادك على العقيدة الصحيحة، يخاف الله فيك، يدعو لك ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل يأجرك فيهم، ربنا سبحانه وتعالى يلحقك بهم إذا أعمالهم يوم القيامة ما لحقتك بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يفرج كروبنا وأن ينفس خطوبنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا ويسرتها على قضائنا. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون من أنصاره ومن حزبه ومن جنده المفلحين في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، وأتأسف للإطالة وأشكر يعني الشيخ